المعرض هذا إجا نتيجة لشغل 3 شهور. إحنا عملنا تدريب لبعض الفتيات أو السيدات اللي هن ما كتير عندهم مثلاً فرصة عمل جيدة، فحبينا أنه نحن نكسبهم مهنة. المعرض بيتضمن 26 لوحة، هاي اللوحات بتتضمن بعض المعالم السورية. طبعاً هاي اللوحات رح تنباع إن شاء الله ضمن هذا المعرض، أو حتى ممكن نحن نستمر بهذا الشغل لبعدين، ومردودة رح يرجع للصبايا يلي هن نشتغلوا فيها وشاركوا فيها. قمنا اليوم بزيارة معرض للفنون حجر الفسيفساء لجماعة متطوعين فريق هذه حياتي، لقينا بصمة كتير ممتازة بأمور الفن تبع الحجر، وفي حتى شخصيات للثورة السورية كان الدقة فيها كتير كتير رائعة، مثلا عندك حسين هرموش ولا حمزة الخطيب ولا حجي مارئ، كانت صور كتير رائعة. بتمنى لهم التوفيق وإن شاء الله يكونوا مستمرين في هذا العمل الرائع.